زوريه ما شاء الله حولك وحواليكي، قعدي هون وتاركتيني عم اشتغل البيت لحالي؟ والله يا درتي ابن عمي منبه علي ما مد ايدي على شغله بالبيت. يا حلوه حلوه، وليش بقى؟ ما بتعرفي ليش؟ لا ما بعرف ليش. عادي لاقول لك ليش. ببساطه لان بحبني اكثر منك. وليش بحبك اكثر؟ لان يا درتي لو ما بحبني اكثر منك ما كان اتجوزني عليكي. حبيبتي بس ما تكوني مفكرة حالك أحلى مني، إذا بتحطي لك شوية بودرة وكحل هاد ما بيعني إنك تاخدي قلبه. هيك لكان. إيه هيك لكان، وهو بيحبني أنا أكتر. وشو الدليل إنه بيحبك أنتي أكتر؟ حبيبتي أنا ما بحط مكياج، ما ببعط وجهي مثلك. حبيبتي شو رأيك أحسن ما يطقلك شي عرق؟ أقترح عليكي خطة نعرف مين بيحب أكتر أنا ولا أنتي. خطة؟ إيه خطة. موافقة. شو هي؟ اليوم بس يجي على البيت بنطبخ طبختين، واحدة أنا وواحدة أنتي، والطبخة اللي بياكلها بالأول بتكون صاحبتها هي محبوبته. فكرة حلوة، موافقة. يلا يلا يلا. ويكم يا حليم؟ يا سلام يا سلام، لك شو هالريحة الطيبة يا نسوان؟ الله يسلم إيديكم. إيه مشان تعرف ابن عمي. يا سلام، لك الريحة، ريحة شهية شهية، بس اللي بيفهمه يعني ليش عاملين طبختين؟ يا عمري انت لان بدنا ندللك، مين لنا غيرك نحن؟ الله يسلم ايديكم، خلي لي اياكم. يلا ابن عمي، سمي بالله. يلا ايدك تقبلني. يلا بسم الله. ايه عم تعطيه؟ ولا شيء تقبلني، كور وتهنى، لا تحط ببالك. ابن عمي، ليش ما اكلت برغل كثير طيب؟ يا بالي يا بالي. ابن عمي كلك لقمة برغل ذكريته عوافي. مو يا مالي طيب كيف لقمة وحدة ابن عمي ما بيصير عليك شي، دوقه دوقه كتير طيب دوقه. مو مالي مو مالي. شفتي انه صار مثل ما قلتلك يا عمري؟ ايه شفت. صح كيف صار؟ خلاص حبيبي لا تحط ببالك، كل وتهنى. ما صار شي ما صار شي، صحة وهنا كل. عم باكل بشوفكم في شيء؟ ولا شيء تقبلني، كل وتهنى، كل من الرزات الطيبين يا عمري انت. الله يسلم ايديكم. صحتين يا قلبي. صحيح مثل ما بيقول المثل، العز للرز والبرغل شنق حاله. طبعا. شو الرز؟ شنق حاله. ايوه.